جيب لك هذا قهوة. صافي با هذه صاحبي يعاونوا يعاونوا الحي يعاونوا بعض المشاكل التي تم طرحها من طرف يعني القائمين على هذه الشعبة، وكان في يعني التزام من طرفنا نحن كمسؤولين محليين من أجل أخذ بعين الاعتبار وإيجاد الحلول لها. فأول الإشكالات التي طرحت هي أول قبل كل شيء تراجع يعني المساحة المزروعة من مادة أو من نوعية الكليمونتين اللي كانت تقدر بحوالي 900 هكتار واللي تراجعت إلى أقل من 400 هكتار، وقلنا باللي باش نعاودوا ندرسوا مع بعضنا يعني هذه الوضعية ونحاولوا نرجع على الأقل إلى ما كانت عليه في السابق. احنا عندنا بعض الإشكالات اللي في المياه، شوف راه الأعوام هذه راه فيها جفاف، اللي منها من الجفاف شوية نقصت هذه الأعوام، نقصت شوية لا كليمونتين هذه. احنا رانا دايرين مبادرات مع الفلاحين باش نوسعوا هذا المنتوج.